بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، من الذي يشفع عند الذي يبنى، يعلم ما بين أيديهم وما خلفه، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض
ولا يعوده حفظهما وهو العلي العظيم. هي آية الكرسي، الله سبحانه وتعالى مالك الكون، واللي يكون كونه بالبحث العلمي، بحث العلمي الساعق الملك الساعقة، واللي الآن موصلوش بس يوصلوا قطرة تعمى في محيط أطل ومحيطات الأطل السولندي مع بعضهم من بحر الأبيض وكل، رغم العلوم اللي يوصلوا به. عندما كنت تشوفوا فيروس معناها تقعد انت عندها 5 سنين سكرت العالم، فلست العالم، كوكب الأرض كل. كان يجي واحد يسأل ولا إنسان يبدا مسؤول سياسي، ما نحكيش على سياسة نوعين، ثم السياسة يقول لك تتكلم بالسياسة في الدار تستعملها مع ولادك مع مرتك، ثم السياسة تستعملها مرتك مع ولادها مع راجلها، ثم السياسة من أجل السلطة. السياسة شنو؟ أنا صغير ما نعرفش، أنا 45 46 نسمع يقول لك تسيب علي بالبوليتيك وتصير الضرب وعصي وواحد، حتى اللي كبرت عرفت البوليتيك هي السياسة. أنا كانت قبل إجرام سياسة، كلمة بوليتيك يقول سياسة، والبوليتيك شنو؟ هو يبدأ يتكلم ويكذب على الله سبحانه وتعالى، يكذب على الله سبحانه وتعالى. نقول لك ليش يكذب على الإنسان؟ الله سبحانه وتعالى هو إنسان، ثم فرق ما بين إنسان وإنسان، هو المكثر إنسان، وثم فرق ما بين بشر من ناحية باهي ولا شر، ذاك ولد الشيطان اللعين. والله سبحانه وتعالى يقول لك الحمد لله يا رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا صراط المستقيم. رب يقول يديك إلى صراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم، اللي أنعم عليهم الله سبحانه وتعالى، اللي أنعم عليهم الله سبحانه وتعالى، غير المغضوب عليهم مش غضب عليهم الله سبحانه وتعالى، ولا الضالين. الضالين معروفين، ضل الطريق من ضيع دار، من دخلت سبوك الشيطان. والكون علاش قبل يقول قلوا الله أحد، الله الصمد، الله صامت صامت، من قوة الله سبحانه وتعالى يقول لك صامت، لأن الكون ما احنا في الأرض كوكب الأرض ما عايشين واحد، ثم ملك الغلاف الجوي، ملك ملوك الغلاف الجوي، ملك ملوك البحار، ملك ملوك الإبليس، ملك ملوك الشياطين، ملك ملوك منافق الجن النظيف النظيف، والجن مش الجن اللي معروف شنو الجن، هو انسان كيف كيف كرهو، وثم كيف نقولوا احنا فهمتني الغول كيف كيف، لكن الغول الرسمي اللي كوكب الارض يهزوا منابي بصباع كامل، كوكب الارض اللي ساكن في هذا اللي هو هذا الضرب والأثلاثة في كوكب الأرض، لأن ثم آخر كوكب في الزمان الغابر كان السكان وتحرق، كل مشاكل اللي سايرة توا بين أوكرانيا والولايات المتحدة الأمريكانية والاتحاد الأوروبي وروسيا والصين، عندهم قنابل معناها نووية كاو. ما تعرف اللي واحد وقت ينهزم يضرب بليزي ما شيهم، هو 100 100 يقول لك علي ولا عدائي، ما عرف الحكاية دي. فهمتك تشوفوا كيفاش النار قاعدة تشعل، والغريب الأمر الحروب العالمية عملوا فيها كان الدول الأوروبية اللي في الشرقية أصلا شرقية، هم يسبوا ديما بالحروب الحرب، نمشوا الحرب العالمية الأولى ونمشوا الاثنين، خلينا من الحروب الصليبية قبل وخلينا من بعد، فهمت؟ هم اللي يسبوا فيها، يقول القائل علاش هذا كله؟
اللي كل جو يفهموا آية الكرسي، يفهموها يقرأوا يفهموها ويعرفوا ما نهروا كل شيء. الله يعمل لها أسباب، الموت يعمل لها أسباب، في حادث، في حرب، هي طاحت من الطيارة غربية ما نعرفش بلبا دولة، جات فوق الحشيش منها وطفلة مرأة 16 سنة، الطيارة تحركت من فوق، قاعدة في الباصوص، الباصوص يهبط يدور منها. يعني الأعمار بيد الله سبحانه وتعالى. يقول الخيل، يقول لك الله سبحانه وتعالى رد بالك على روحك، ما تهزش روحك للتهلكة، ما زايد أنا عندي روح أعطيها لك بالمخ، المخ ما فسرتولي، كانوا يعرفوا المخ شنو دوره، من واحد عاد التسعة، إي تو تقول لي أنت، فهمني، كل واحد يحب يظهر القوة نتاعو. الولايات المتحدة الأمريكية تعب الظهر اللي هي قوية كوكب الأرض وما ينجمها حد، وعندك بيكري هذاك آخر مرة معناها هتلر معناها مش قنابل، صنع قنابل مدمرة، مش قنابل نووية كما تعطوا، قنابل نووية اللي يملكوها الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد السوفيتي، روسيا تو يضرب 10 دقائق كوكب الأرض يتحرق، كوكب الأرض يتحرق، ولو ثم بحار ومحيطات، ويستعيش المحيط ويستغرق فيها، كواكب أخرى ما كانش فيها زمان الغابة، ثم آخر كوكب هو كوكب القمر الشيطان اللي قاعد نشوفه فيه تو أقرب كوكب الأرض، والمنظومة الشمسية اللي معناها عندها عدة كواكب تدور حولها. ظلماء متراوهاش، كان معناها المصورة تحت الحمراء، أشعة الحمراء اللي يقولوا عليها، و لكن ثم 6 أخرين و8 ومنظومة العرش، منظومة العرش الله سبحانه وتعالى، والله سبحانه وتعالى ما يتكلمش، هو يحب الإنسان، يحب الإنسان تلي هو تو هو عارف كوكب الأرض هذا ماشي بالطويل، وكتبت عليه 2011 و2012 هي أغنية عادية وكتبت العنوان، دخلوا عليه وهو عالم إسرائيلي فاق وقطع الأوراق باش ما يخوفش السكان، وعالم أمريكي الحساسية تعرف الواحد يقعد يضحك، تو تلوز على النتيجة ولا تلوز على الشهرة، يعني الشهرة التلافز والإعلام والواحد هذه فلوس، ليه فلوس ورفضتها، يعني الشهرة لازم تسر عند والدي الأولى العلمي، الله سبحانه وهذاك علمي، أما جسدي أمي تعبت بيا هي تحب، لم تطلب ولد ولا تطلب ولد ولا طفل، الله سبحانه وتعالى يلبي لها الطلب نتاعها، يبعث لها معناها مبرمجة. روح متابعة، فهمت، روح متابعة، هذا من روح من بعد تمشي الجسد، فهمت، والجسد الجسم ثم إحساس بالمخ، كله اسمه المخ، هو اللي خلى الدنيا كل شيء في المخ الصغير بكل هذا الخلايا، ثم ما في عيد الأضحى ولا شنو، ياخذوا المخ يعملوه يعجنوه ياكلوه يحطوه بعضهم من ليسي، ما فيه حتى شيء. شيء ما بي كل ما إنسان مارس ميدانيا ونحى مخ العبد ومخ ورسل وخباه في الثلاجة خلاها 6 شهور في الهام بعد يشوف فيه يلقى غرف غرف الهم خلايا المخ. ودي آخر مرة في عالمة، هم يقولوا عالمة في كندا، ثم في غابة حاطين مرضى عقلية، لقات من تالي براس من تالي لقات شلط شلط يعني ألوان زاهية تشطح، هذيك معناها مصورة، معناها التصويرة معناها مكبرة بألف مرة، العينين مثلا 10 على 10 أضربها بمليون أضربها بمليون، لكن راسها ما فيها مواش، يستعرفوا عظمة الله سبحانه وتعالى، يتو المخ اللي معناها هو اللي يجيب الكوارث، هو اللي يعمل حسنات، هو اللي يعمل سيئات،
كان غابر كان ما يعرف وقتها ولا معروف معناها فهمت كي يكيد يسات ليك تجيب الجلسات نسيان نفكم بس بقى بقى البحث العلمي فهمت يوصل نتيجة ما قبل هو بعد ثلاثة مليارات سنة يوصل إنسان يقول يعيش في ملابسنا فهمت يعني بيشتغل والدنيا ماشية تتقدم لكن تو كوكب الأرض بيختار الأسلحة النووية المدمرة دي هذه الأسلحة النووية راهم عايشين قاعدين بتاع شيء من بعد هذا نشوفوا بروجو في روسيا نفس شوية المحطة يعني قارة كاملة قاعدة كاك كالجر والواحد نفسهم يدير بها حد هم الناس توا ساعات تنقل طول مشوهة فهمت مش تعرفوا معناها الإنسان فهمني من إنسان يولي شيطان من إنسان يولي شيطان وخاصة أصحاب السلطة فهمني أصحاب السلطة بلا غير ما تحكي لي عليهم وتبعوهم وشوفوهم أصحاب السلطة يولي عنده من الناس تأسس عليه للضرائب نتاعك وحرس وقوة وطيارات يأسسوا عليه فهمني مازال يعرف ربي مازال يفكر ربي هو ما عادش تفكر كما الجمهورية التونسية الحالية شنو اللي عايشها؟ شنو اللي فرحتوا بيه؟ يا أخي اللي فرحتوا بيه شنو زين ولا فرحت؟ موسى لقي رئيس تاع الدولة خطية رئيس الدولة تاع الآن الحكاية تكونت بعد مزالي أول ما شدوا الوزارة الأولى وهم تونس ومشوا طابة اللوط جاء زين العابدين بن علي ولا يقول ما فساد تاع هذه السنة ما نجيش نصلحوا في 10 سنين جات فسد هو جات خلاه جات النهضة خلات وبرا وماشي ماشي بالتوت وان شاء الله لاباس هكا هو هذاك ما نقول لكم فهمت قال الواحد ديما يبعث الامل الاجيال القادمه ما عندهاش مستقبل في تونس هذه خضرة قاعدة مستقبل حتى كان باش يخدم من الخارج يجي وقت معناها في اوروبا هاك تشوفوا الانتخابات في فرنسا احزاب اليمين حبيبي جماعة يبغى يقعدوا كل الفرنسيس أنا ما أسمح أقول لكم العالم من بعض الرئيس العالم فهمتي كوكب الأرض الحالي أنا على خوف خايفين يصير كوكب القمر اللي قاعدين نشوف فيه تو إن شاء الله ربي يوصل وهذاك هو كلامي.